صباح الخير دكتور سويد سويد أبو أيوب، رئيس مجلس البقيعة المحلي. نتواجد الآن نحن في شارع باب المرج، شديد في البقيعة تسمية الشوارع شوارع القرى، وهذا الأمر جديد في المنطقة وجديد حتى في القرى العربية الصغيرة. أول شيء مبروك على هذا المشروع. ممكن تحكي لنا شوي عن المبادرة، كيف تمت هاي الأمور، شو أهدافها؟ طبعا أولا بحب أهني جميع طوائفنا المحتفلة بالأعياد المجيدة القريبة، عيد الفصح وعيد الفصح القادم إن شاء الله، وأتمنى أنه يعود على الجميع أولا أكيد بالصحة والسلامة وهدة البال. أول شيء الصحة. بالواقع شغلة تسمية الشوارع فكرة مش جديدة، ولكن كان في لنا شغلة مميزة حبينا نعملها في المجلس المحلي وكلجنة اللي قامت بتسمية الشوارع. احنا عملنا لجنة مخصصة شعبية لتسمية الشوارع. كان الفكرة الأساسية من التسميات كلياتها إنه نيجي نعمل أسماء الأراضي اللي قامت عليها الشوارع عشان نحفظ بالذاكرة أسماء أراضينا. فعشان كده كل الشوارع اللي سميناها إذا كان في عندنا أرض قديمة في لها اسم معين، هنا عطينا اسم الشارع على اسم الأرض عشان تترسخ الأسماء الشوارع أراضينا ذاكرتنا ونعمل هاي الشغلة كمان لأجيالنا القادمة. فهي الفكرة بديت وسمعنا إحنا مستمرين فيها بعد ما خلصناها للآخر. طبعا في أسماء حتى عمال تطلع عندنا أسماء غريبة اللي كانت لقسم من قسم من الأراضي. فبتأمل إنه هاي الأسماء نشرشها عند أولادنا وعند أطفالنا وتمرق من جيل لجيل. انتبهت انا انه كمان في اسماء يعني الاشجار، النخيل، الريحان، طبعا كل هذه الامور. طبعا هي احنا وصلنا لمرحله انه اذا في عندي مش عندي اسم لارض معينه اللي بدي اسميها حسب اسم الارض الاساسيه الاصليه اللي كان اسمها الى اسم، فاخترنا نسمي اسماء اشجار وورود وازهار حتى نعطي رونق اخر كمان لتسميتها. الهدف الثاني طبعا من تسميه الشوارع شوارع القريه هو طبعا تنظيم وتسهيل وصول اي شخص بده يوصل لاي محل في البلد لاي شارع، بيكون في عنده على الويز بيقدر يوصل لاي شارع. يعني طم ربط هذه الشوارع بتطبيع الويز مع الميبي مع الويز في اسرائيل. كل شارع مسجل طبعا في مع الويز بيقدر يوصل لاي شخص بده يوصل لاي شخص عنده في القريه في البلد بيقدر يوصل على الويز لهذا المحل الخاص. حلو، يعطيك العافيه. يا هلا، يعطيك العافيه.